طريقة استخدام المسحوق الجاف الدسكس هو دواء وقائي يستخدم على أساس يومي منتظم وليس عند حدوث الأزمة، ويعمل على تقليل الالتهابات الحاصلة في الشعب الهوائية مع توسيعها في ذات الوقت. وهذا النوع لا يمكن إعطاؤه للأطفال أقل من 7 سنوات لأنه يحتاج إلى تقنية معينة، ولا يعطى للأشخاص غير القادرين على التنفس بشكل عميق لأنه يحتاج قدرة كافية على أخذ نفس عميق وسريع. من الضروري علينا أن نتأكد من صلاحية الدواء، ونتأكد من أن الجهاز يحتوي على كمية كافية من الدواء، وبعدها نقوم بإزالة الغلاف. الآن نقوم بتحميل الجرعة، وذلك بإدارة زر تحميل الجرعات على طرف الجهاز للخلف حتى سماع الصوت. الآن نخرج زفيراً طويلاً لنخرج كل الهواء الموجود في الصدر، مع الحرص على إبعاد الجهاز عن الفم وعدم التنفس داخله. نأخذ شهيقاً عميقاً، نكتم النفس لمدة 10 ثوان، وبعدها نتنفس بشكل اعتيادي. نكرر الشهيق إذا لزم الأمر حتى نتأكد أننا استنشقنا كامل الجرعة، وفي حالة الحاجة لتكرار الجرعة علينا أن ننتظر 2 دقيقة، ويجب غسل الفم والحلق في حالة استخدام أدوية الكورتيزون. عدد الجرعات يظهر على النافذة ويبدأ بالانخفاض حتى يصل إلى الصفر، مشيراً إلى انتهاء العبوة. كمية المسحوق الجاف في كل جرعة قليلة جداً ولا يمكن أن تتذوق طعمه، ولكن باتباع الإرشادات الصحيحة ثق تماماً بأنك سوف تأخذ الجرعة اللازمة. تأكد من تغطية الجهاز ولا تعرضه لدرجات رطوبة عالية. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من كيفية استخدام جهاز المسحوق الجاف الدسكس، وشكراً لكم. مدينة الملك فهد الطبية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية.